بطبيعة الحال هذا تقليد وعادة لاتحاد اللاعب الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين، تنظم كما تعرفوا كل سنة تحتفل بأحسن لاعبين وأحسن المدربين وكذلك الحكام لا النسوين ولا الذكور. احنا تنديروا تنظموا هذا الاحتفال هذا باش نكرموهم وتنكرموا العائلة الكروية كاملة. كما تعرفوا بان الموسم تيكون شاق بالنسبه للاعبين والمدربين وفرق اجمعين، دونك تنديروا حنايا في اخر السنه باش نكرموهم وميمطون فهمتي تيكون واحد الاعتراف بهاد الناس هادو بالجهود اللي تيديروا طوال السنه.